السلام عليكم. اليوم مع فيديو جديد. وصفتنا اليوم بنينه اقتصاديه وصحيه، تاكوس بالخضره والدجاج. بالنسبه للعجين، عندنا نص كيلو ديال الطحين، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا خماره ديال الحلوه، شويه الملحه، والماء دافي اللي غنعجنوا به العجين. ندعو على بركه الله في العجينه. بعد ما عجنا العجينه ديالنا قطعناها كويرات. انا درت 5 ديال الكرات على حسب افراد الاسره ديالي، ونطلقوها بالدلاك. ما تكونش غليظه، ما تكونش رقيقه. بالنسبه لخبز التورتيلا ديالنا، ها هو كيفاش كيجي من بعد ما طيبناه. ها نتوما كيجي غزال خفيف، كنطويوه كيف ما بغينا. ها نتوما دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقا ديال الحشو. عندنا بصله كبيره مشلوضه، عندنا جوج خيزو محكوكين، عندنا جوج قريعات محكوكين، عندنا 350 غرام ديال الزيت ديال الدجاج، وعندنا جوج معالق كبار خليط ما بين القزبر والمعدنوس، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، راس معلقه صغيره ديال الابزار، راس معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وشويه الملحه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نشحروا هذه المقادير كامله، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بردتنا الحشوه ديالنا، جبنا خبز ديال التورتيلا وعمرناه. دابا غادي نديرو فيه واحد الشريحه ديال الفرماج ديال الساندويتش. يعني كل واحد عنده الاختيار، كل واحد يدير الفرماج اللي بغى. صافي نبداو نسدو بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا، نقلبوه في المقله ديال البانيني ولا في المقله المشرطه العاديه، ونطيبوه على جوج جوايح، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. جديد من بعد ما طيب الطاكوس ديالي، غادي نقطع لكم دابا وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. شوفوا ورقه التجهيز هشيشه وبنينه. ها نتوما طاكوس صحي غزال. واليوم غادي نقدمه لافراد الاسره ديالي مع عصير ديال الليمون بالمونغ وشهية طيبة. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.